انا الحاجه اللي استغربت منها اول ما حكينا انه قلت لي في مسيرتك الكل ما عملتش ما دخلتش الراديوات وتلفاز يستحيل. لا دخلت اني جي هبطت في فيسبوك عام 78 المهرجان العالمي للمسرح. خديجة جايست احسن ممثل في المهرجان العالمي للمسرح. عملوا وقتها وزارة الثقافة وأسسوا الدكتور محمد العلاوي الله يرحمه وزير الثقافة، وكان استدعى فيه وقتها زكي طليمات عميد المسرح العربي، فهمتني؟ وكان حاضر فيه بالرشيد في الصفوف الأولى، فهمتني؟ شاركنا وقتها في دار الثقافة ابن زيدون بمسرحية الماشينة، تأليف المرحوم زاد أحمد عامر، وأنا يعني باش نبدا نسمي في المراحيض ربي ربي يرحمهم يستر. الكل. فهمتني؟ ولو شيء أسف مش شيء ضحك. عندي ترى حاجات وقعوا معنا مؤلمين وبهين في نفس الوقت. قلت لك زكي طليمات هو والوزير حاضرين في دار ثقافي برشيد قدام الواحد، وعملنا مسرحيه هذه الماشينه. فهمتي؟ اول ما معنا نوار وباش يتحل الواحد، واحنا عندنا ثم بير هكا حاطين الديكور في الديكور في المنطقه المسرحيه، سنتي هذه طاحت تضرب في الحديد كي تخرج في الكوليس. عم طيب اللي يعرفوا في بن رشيق اللي لعب الضوء ما عطاناش شكل الفيوز ظريفه بكل خارجين في الظلام في الظلام طرطاف جي لهنا وش على الضوء تو دانكو، فهمتي؟ ما لقيت ما نعمل باش نحي الدم، دخلت حسبت روحي نغسل في وجهي. قمت الصباح من البير ونحيتك السنه هذيك فاق بها زكي طليمات 1000%. نسمع فيه قالوا الواد تعور من أن سمعتها وهذيك تحصلت فيها وقال جاي استحسن الممثل في انا ورضا زيس الله يربي يشفيه ان شاء الله. ان شاء الله ربي عندي يشفيه هذاك زاد عندي مده ما ان شاء الله ربي يشفيه وكاو ان شاء الله يا ربي معاه. وين كان اول حوار وقتها ولا الحوار هذاك؟ الحوار كان مع محمد علي بالحوله، فهمتي؟ بس عاوني غاديك باعتباري مخي جاي استحسن الممثل سوا. مشينا للاستديو وقت اول مره زاد ندخل الاذاعه، فهمتي؟ وانا ومدير دار الثقافه محمد كرومه الله يرحمه وشريف الدخلاوي المخرج وقتها، عاد دخلنا وصاني قال لي اسمع تمشي تقول دار الثقافه مع بن زيدون في جبل الاحمر، فهمتني؟ ما تجبدش جبل الاحمر، قول دار ثقافه بن زيدون وكهو. ايه انا ما كنتش من عكسي انت في وسط الحديث نسيت زرفت جبل الاحمر يا ولدي صغير. قلت له في دار ثقافه جبل الاحمر وكل واحد قال لي يعطيك الصحه وكذا وحطوا مزيكا فهمتني؟ لان هي شنو جات في الفتره هذيك بالذات زعيم بورقيبه قال لهم ما عادش تعيطوا جبل الاحمر قولوا له جبل الاخضر. قال ما عنديش جبل الاحمر انا في تونس دونك جيت انت قلت لهم جبل الاحمر قلت لهم جبل الاحمر. من الحاجات اللي هذيك اول مره دخلت فيها استديو وهذه ثاني مره مرحبا بك وهذه اول مره تسمع لي انا ماهيش ثاني مره فهمتني؟ على خاطر انا قريت فيهم 3 دقائق ما با دقيقتين يحكي معايا انت كريت على روحك وصاوك ولا يحكي مع المخرج ومع مدير دار الثقافه وديما يمشي عاد تو شادي لي وقت نتذكر السنوات التالية نتقابل انا وياه محمد علي بحوله يقول لي نبدا نضحكوا عليه الوزاري.